والمؤامرة الكبرى على فلسطين، مع اسمه بدأت المأساة ولم تزل. ولد آرثر جيمس بلفور في 25 من تموز يوليو عام 1848 في ويتنغهام التي أصبحت تعرف اليوم باسم لوثيان وتقع في اسكتلندا. بعد أن أنهى دراسته الأولية التي درس فيها تعاليم العهد القديم، أكمل دراساته العليا في كلية إيتن وجامعة كامبريدج. انتخب بلفور لأول مرة في البرلمان البريطاني عام 1874، ثم تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا عام 1902 وبقي 4 سنوات. عمل أيضا وزيرا للخارجية من العام 1916 إلى العام 1919 في حكومة ديفيد لويد جورج. أصدر وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور في 2 نوفمبر تشرين الثاني عام 1917 تصريحا مكتوبا وجهه باسم الحكومة البريطانية إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، يتعهد فيه بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، واشتهر التصريح باسم وعد بلفور. كان بلفور يعارض الهجرة اليهودية إلى شرقي أوروبا خوفا من انتقالها إلى بريطانيا، وكان يؤمن بأن الأفضل لبريطانيا أن تستغل هؤلاء اليهود في دعمها من خارج أوروبا. أعجب بلفور بشخصية الزعيم الصهيوني حييم وايزمان الذي التقاه عام 1906، فتعامل مع الصهيونية باعتبارها قوة تستطيع التأثير في السياسة الخارجية الدولية، وانطلاقا من ذلك كان وعده. كانت أول زيارة لبلفور إلى فلسطين عام 1925 حينما شارك في افتتاح الجامعة العبرية، وعمت وقتها التظاهرات معظم الأراضي الفلسطينية احتجاجا على قراره. يومها قال مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة إنه لو تجرأ فلسطيني على إطلاق النار على بلفور لما جرى ما جرى في فلسطين. بعد الخارجية وبعد أن قدم ما قدم لليهود، تزعم بلفور حزب المحافظين لأكثر من 20 عاما، وشغل منصب رئيس مجلس اللوردات لمدة 5 سنوات حتى توفي عن عمر يناهز 82 عاما. في حياته الشخصية بقي عازبا طوال حياته بسبب موت الفتاة التي أحبها. هو عازب شرع اغتصاب فلسطين.